أبويا، أنا رسام شمس وحديقة وعصافير سعيدة. في شي ناقص، ما شوف أخوانك وينهم؟ لازم نقضي يوم عائلي سعيد. يا بنتي، أجمل ما في الحياة هي السعادة، وسعادتنا ما تكتمل بدون الصحة، وأجمل رسمة هي مدينتنا، وأجمل ما في مدينتنا ماضيها وحاضرها ومستقبلها، والمستقبل يحتاج نكون صحاء، وهذا اللي خططت له هيئة الصحة بدبي. هيئة صحة دبي وضعت صحة سكان دبي وسعادتهم في مقدمة أولوياتها بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية. الاستراتيجية اللي رسمناها في صحة دبي هي رحلة من التحدي والمثابرة والمشاركة، وفي عقول تبنت وساهمت معنا في بنائها، منها آراء ومقترحات، نقاشات وتعليقات، نقاط وخطوط اكتملت الصورة بها. هناك 15 برنامج متخصص وأكثر من 100 مبادرة صممتهم هيئة الصحة في دبي للوصول بدبي كواجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة، عشان نسير به في الاتجاه الصحيح على الخارطة، من برامج الرعاية المبتكرة وبرامج الوقاية والسلامة العامة لسكان دبي وبرامج العناية بالأسنان والصحة النفسية والصحة العامة، بالإضافة إلى برامج الأمراض المزمنة والسياحة العلاجية والتأمين الصحي الشامل في دبي، مع التركيز على برامج التميز لضمان جودة الخدمة والاستثمار. ابتسامتنا وصحتنا في أيدي أمينة،